مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله هيكون في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، وهيعتمد المجلس في التعديلات اللي تم الوصول ليها خلال الفترة اللي فاتت من اللقاءات طبعا والمناقشات ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء برضو النادي الأهلي وكمان الشخصيات العامة. كمان هيتم النهاردة الاستقرار على الصيغة النهائية للائحة، واللي هيتم طرحها إن شاء الله على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر الجاري عشان يصوتوا عليها عشان يعتمدوها طبعا كدستور للنادي الأهلي. بالنسبه بقى لفريق النادي الاهلي، بدا التمرين الختامي ليه على ملعب التتش بالجزيره قبل السفر بكره ان شاء الله لمواجهه الفريق الغيني بطياره خاصه عشان يواجهوا هورايا كوناكري الغيني في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. المباراه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه الساعه 6 بتوقيت القاهره. اتمنى ان شاء الله ان بعثه النادي الاهلي توصل بالسلامه، والفريق اكيد يحقق نتيجه كويسه جدا قبل مواجهه العوده واللي هتكون ان شاء الله في القاهره يوم 22 سبتمبر. هنناقش الكلام ده واخبار تانيه كتير جدا خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا هيكون الاستاذ مين؟ ضيفنا هيكون عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي في الاخبار. بالتاكيد طبعا هستنى مشاركتكم على صفحتنا على الفيسبوك تويتر وانستجرام. سريعا نبتدي حلقتنا بأهم العناوين. اجتماع هام لمجلس إدارة الأهلي اليوم. مجلس الأهلي يعتمد تعديلات مشروع لائحة النظام الأساسي. اللجنة الأولمبية وأعضاء الأهلي رفضوا بند 8 سنوات باللائحة الجديدة. بدأ تجهيز لعقد الجمعية العمومية للأهلي 28 سبتمبر. الأهلي يسافر لغينيا بطائرة خاصة غدا. أزارو جاهز لمواجهة هورايا كوناكري واختبار طبي لمروان. محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للفيفا في 2018. الله عليك، تسلم رجليك. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وادي ابو تريكه، الله يا راجل فرح المصريين يا ابو تريكه. وادي الكره عبد الله يسدد، وابو تريكه الكره بتحبه، الكره بتكفه، سلام حلو عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني. يا الاهلي حديد، الاهلي حديد، ولا تقول لي كايزر تشيفز، ولا تقول لي مازيبي، ولا تقول لي حاجه، ده النادي الاهلي الذي امامنا. كاس البطوله التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للابد. البداية طبعا كالعادة بأهم الأخبار اللي اتنشرت عن النادي الأهلي في الجرائد. الأخبار المسائي، الخطيب يعتمد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة. الوفد أزارو يعلن جاهزيته لمواجهة هورايا كوناكري ومروان مهدد بالغياب اليوم. مجلس الأهلي يعتمد الصيغة النهائية للائحة. الأهرام أول أخبار المسائي، الأول المدير الفني سعيد بتألق ثنائي الأهلي أمام النايجر. الأهرام كارسيرون يحذر لاعبي الأهلي من مانديلا قبل مواجهة هورايا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا. المدير الفني يطالب باللقب القاري والفريق يختتم تدريباته بالتتش بحضور الدولي. الجمهورية صلاح محسن هدفي في النايجر نقطة تحول. المسا
بعد سحب الكاف لرخصة استاد برج العرب الأهلي بدون ملعب في أفريقيا. دلوقتي بقى نشوف معاكم اهم اللي اتقال في الجرايد عن النادي الاهلي، وهنبتدي معاكم مع الاخبار المسائي اللي قال ان النادي الاهلي النهارده هيعتمد التعديلات في مشروع اللائحه. وكمان من ضمن اخبارنا النهارده في جريده الوفد اعلان جاهزيه وليد ازارو لمواجهه ورايا كوناكري الغيني في المباراه اللي هتقام ان شاء الله الجمعه اللي جايه في غينيا في مباراه الذهاب لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. الاهرام المسائي كمان قال ان كارتيرون سعيد بمستوى اللعيبه الدوليين بعد فوز المنتخب على النيجر 6-0 خصوصا بالثنائي مروان محسن وصلاح محسن. كمان الاهرام قال ان كارتيرون بيحذر لعيبه النادي الاهلي من اكنسي مندلا لاعب فريق هرايا كوناكري الغيني واللي بيلبس التيشيرت رقم 30، وقال ان هو بيعتبر اخطر لاعب في الفريق الغيني. وكمان كارتيرون طلب من لعيبه النادي الاهلي ان هم يركزوا ويكون عندهم اصرار على الفوز لحد نهايه البطوله وتحقيق اللقب الافريقي. كمان في الجمهورية اتكلم صلاح محسن عن سعادته بالهدف اللي جابه في مباراة النايجر، وقال ان هو بيتمنى ان ربنا يوفقه في اللي جاي ويستمر في التألق والتهديف والمساهمة في تحقيق البطولات سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. جريدة المسا كمان قالت ان الكاف ممكن يرفض ان النادي الاهلي يلعب مبارياته في دوري ابطال افريقيا على ملعب برج العرب بسبب عدم وصول الموافقات الامنية بحضور الجمهور بنسبة 75% من سعة الاستاد. شفنا معاكم اهم منشطات الجرايد النهارده عن النادي الاهلي، دلوقتي بقى معانا نشوف الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي بس على مواقع الانترنت. الشروق مجلس الاهلي يجتمع اليوم لاعتماد مشروع لائحه 2018. الموقع الرسمي للنادي الاهلي عزت حضور الاعضاء بالجمعيه العموميه في مصلحه الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي رؤوف عبد القادر ننتظر حضور قويا في عموميه 28 سبتمبر. في الجول العمري فاروق رئيس لبعثه الاهلي في غينيا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي محمد يوسف يتحدث عن مواجهته هرايا كوناكري الغيني. الوطن سبورت الاصابه تهدد وليد سليمان قبل مواجهته هرايا كوناكري الغيني. يلا كورة المتحدث الرسمي جماهير الأهلي ملتزمة ونريد فتح صفحة جديدة. الشروق اتحاد الكرة يقترح إقامة السوبر المصري والسعودي بين الأهلي والهلال ذهابا وعودة. يلا كورة الأهلي عن السوبر المصري السعودي لم نمانع وقد تحدث انفراجة. الموقع الرسمي لنادي الأهلي الجمل يحقق الميدالية الفضية في بطولة العالم للقارات. محمد يرفع الحمل البدني للاعب اليد. طارق خيري يشيد بأداء دوجت. هنبتدي اهم اخبار المواقع الالكترونيه من الشروق. الشروق قالت ان بيعقد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اجتماع النهارده في الجزيره عشان يعتمدوا الصيغه النهائيه للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي قبل عرضها على الجمعيه العموميه عشان يصوتوا عليها ان شاء الله يوم 28 سبتمبر الجاري. الخطيب طبعا عمل قبل كده حوار مفتوح مع اعضاء الجمعيه العموميه في مقر النادي الاهلي في الجزيره وفرع مدينه نصر وكمان فرع الشيخ زايد عشان يرد على كل الاستفسارات الخاصة بالأعضاء بالإضافة لورش العمل المتخصصة في كافة بنود اللائحة الاقتصادية والقانونية والاستثمارية. وبلغ كمان عدد الاقتراحات اللي جت للجنة المركزية لللائحة إلى ما يقرب من 3000 مقترح، وتم تعديل بعض البنود استجابة طبعا لرغبة الأعضاء خصوصا فيما يتعلق بشؤون العضوية. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أو أكد وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء في النادي الأهلي إن يوم
28 سبتمبر هيكون يوم بيشهد حضور تاريخي، خصوصا طبعا ان الجمعيه العموميه في النادي الاهلي بتمتلك الوعي الكافي والمشاركه عشان يبدو الراي، وطبعا ده من اجل المصلحه العامه، لان المصلحه العامه هي الاساس والمعيار الوحيد جوه النادي الاهلي واللي بيعمل الجميع من اجله. وكمان قال ان هو شارك في احدى ورش العمل الخاصه بمناقشه بنود اللائحه واللي شهدت استجابه لمطالب اعضاء النادي الاهلي. كمان من الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان وجه رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي رساله لاعضاء النادي الاهلي بيدعوهم للمشاركه الفعاله يوم 28 سبتمبر الجاري وابداء ارائهم في اللائحه. واكد كمان مدير النشاط الرياضي ان في فرق كبير ما بين لائحه بتفرض نفسها ولائحه اخرى بيتم مناقشتها والمشاركه فيها من الاعضاء وتعظيم دور الجمعيه العموميه في النادي الاهلي في حريه الراي والقرار. كمان من الجول قال ان قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اسناد بعثه فريق كره القدم المتجهه لغينيا بكره ان شاء الله للعمري فاروق نائب رئيس النادي استعدادا لمواجهه هورايا كوناكري الغيني المقرر ليها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. سمير عدلي المدير الاداري قبل كده طبعا كان سبق البعثه لغينيا عشان يقدر يطمن على الترتيبات الخاصه والنهائيه ب فندق الإقامة وملعب التدريبات والانتقالات. النادي الأهلي إن شاء الله بيخوض ميرانو الأخير على ملعب التتش النهاردة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وإن شاء الله بإذن الله هيتجه بعد كده لغينيا بكرة. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم دلوقتي بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي إن الأهلي على موعد مع منافس صعب وقوي، وكمان قال إن مواجهة هورايا كوناكري الغيني اللي نجح إن هو يحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا برفقة طبعا الوداد المغربي، وده كان على حساب سان داونز الجنوب أفريقي بعد ما كانت كل التوقعات بتصب طبعا في تأهل الوداد المغربي هتكون صعبة جدا. وكمان قال إن الكلام عن النادي الأهلي ولازم يقول ان هو بيحترم جميع المنافسين وان هو بيتطلع ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب عشان يقدر يسهل مهمه الفريق في لقاء العوده، واكد طبعا ان النادي الاهلي بيخوض كل مبارياته بهدف الفوز. وليد سليمان وشنطه الاجوان وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو. وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. كمان من الوطن قالت اللي بيخضع وليد سليمان لاعب النادي الاهلي لفحص طبي قبل انطلاق تمرين النهارده عشان يحدد مشاركته في التمرين الجماعي الاخير قبل السفر لغينيا. وكان طبعا سليمان اشتكى من الام في العنقل خلال مشاركته في تمرين الفريق امبارح وما قدرش ان هو يكمل التدريب لنهايته. يلا كوره كمان قالت ان اعرف شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي عن رغبه النادي الاهلي في فتح صفحه جديده مع الجهات الامنيه بشان رجوع مباريات النادي الاهلي الافريقيه من جديد لملاعب القاهره خلال المرحله اللي جايه، وقال ان هو في حرص كبير من جانب النادي الاهلي بشان الحفاظ على الحقوق وتوفير مشاهده كريمه للمشجع الاهلاوي بجانب طبعا احترام اجهزه الدوله بالكامل. وكمان قال فؤاد بنسعى ايضا لتلبيه طلبات الاتحاد الافريقي، والنادي الاهلي طبعا تلقى خطاب من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بشان خوض مباراه النادي الاهلي وهورايا كوناكري الغيني في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب السلام، واختتم كلامه ان الاصلاحات ان شاء الله تنتهي في ملعب استاد القاهره يوم 10 اكتوبر اللي جاي، وبعد كده باذن الله الاهلي ممكن يعود لملعبه مره ثانيه.
كمان الشروق قالت ان صرح عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره ان هو تفاجئ ببيان الاتحاد السعودي لكره القدم بالغاء مباراه السوبر المصري السعودي ما بين فريق الاهلي والهلال السعودي. وكمان قال حسين بنتمنى اقامه المباراه في اي وقت، فمن الممكن ان تقام بنظام الذهاب والعوده زي دوري ابطال افريقيا، ونحاول ان احنا نريح الانديه وكمان نستكمل بطوله الدوري. ففي طبعا ارتباطات والتزامات مفروضه علينا، واستكمال البطوله دي اكيد شيء طبيعي. وكمان قال ان هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري وعد بايجاد ميعاد تاني عشان يتم فيه هذه المنافسه. زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه قلت لكم ان النهارده اخر تدريب لفريق النادي الاهلي قبل طبعا ما يسافروا بكره ان شاء الله بالسلامه لغينيا عشان طبعا يقابلوا حوريه كوناكري الغيني. معانا دلوقتي مراسلنا احمد كوان من النادي الاهلي مباشره هيقول لنا اخر اخبار التدريب قبل السفر لغينيا. مساء الفل عليك يا احمد. مساء السعادة عليك شيما، ومساء السعادة على كل متابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. بالتأكيد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن لسه واحنا بنتكلم التدريب لسه شغال للمران الأخير قبل السفر إلى غينيا لمواجهة حورية كونكري في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. يمكن التمرين النهارده بدأ بكل تفاعل بجدية حتى من اللاعبين اللي شاركوا مع المنتخب المصري الأول. يمكن كان في حالة من الابتسامات وحالة من الفرح والتركيز والثقة كمان بين اللاعبين. بعض اللاعبين هنوا طبعا زمايلهم اللي عملوا مباراة كبيرة جدا أمام النيجر. لكن تفاصيل التدريب كان تدريب جماعي، لكن يغيب عن التمرين هو مروان محسن للإصابة، نتمنى له الشفاء. طبعا تأكدنا من غياب ميدو جابر وكذلك السولاي الذي ما زال في برنامجه التأهيلي ومعاه برضو بدأ يعني يدخل رامي ربيعة إلى التدريب، ولكن لسه برضو ما دخلش بشكل رسمي. برضو معاه برضو بيلعب نفس الدور باسم علي، بيدخل التمرين لكن التمارين المركبة ما بيدخلش فيها شيء، ما بيدخل بعض التمرين الجزئية في الملعب. نتمنى أن احنا نشوف أجاييه داخل الملعب، مشاركة عدد كبير من اللاعبين. لكن يمكن مستر باتريس كاترون في بداية كلامه مع اللاعبين كان حريص جدا جدا على الجدية أمام فريق حورية، أن كل مباراة بالنسبة له مهمة، مباراة لا تقبل القسم على اثنين، يجب أن يفوز النادي الأهلي. يمكن سبق البعثة الكابتن سمير عدلي اللي يمكن وفر كل سبل الراحة وجاهزية الفريق من الإقامة والانتقالات إلى الملعب، كيفية سير الأمور كلها منظمة بشكل كبير. يمكن كل الخلفية واضحة للنادي الأهلي قبل السفر. مران كان ناشط، ما زال حتى الآن النادي الأهلي يعني بيمارس تمرين النهائي قبل السفر إلى غينيا. شكرا ليك زميلي احمد كوان مراسلنا من النادي الاهلي. طبعا زي ما قلت لكم النادي الاهلي ابتدى النهارده تدريبه الساعه 4 عصرا، لسه لغايه دلوقتي التدريب ما انتهاش، وده اخر تدريب ان شاء الله قبل اتجاه البعثه لغينيا عشان يقابلوا هناك هوريا كوناكري الغيني. نرجع بقى مره ثانيه ونكمل معاكم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي اللي كانت موجوده على موقع الانترنت، وبنوصل لموقع يلا كوره. يلا كوره قال ان اكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي ان هو لم يكن هناك اي اعتراض من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي على إقامة السوبر المصري السعودي، وإن المشكلة بتكمن في مشاركات النادي الأهلي القارية والعربية والمحلية، والمشكلة كانت في تحديد الميعاد النهائي بس، مفيش أي حاجة تانية. وكمان أضاف لا أريد الخوض في أي أمور أخرى، وقد تشهد الأيام المقبلة انفراجة في الأمر. وكمان اتكلم شريف فؤاد أن النادي الأهلي دايما حريص على العلاقات مع الأشقاء العرب. وكمان علق شريف فؤاد على السوبر المصري الإماراتي وقال أن في علاقة كويسة جدا ما بين الشعب المصري والشعب الإماراتي، علاقة من نوع خاص. وكمان شركة بريزنتيشن عرضت فكرة السوبر المصري الإماراتي ورحب بها مجلس إدارة النادي الأهلي.
الموقع الرسمي بقى للنادي الاهلي قال ان قدر مصطفى الجمال لاعب النادي الاهلي لالعاب القوه ان هو يحصل المركز الثاني ويحصل على الميداليه الفضيه في منافسات رمي المطرقه في بطوله العالم للقارات المقامه دلوقتي في التشيك واللي بيتمثل او بيمثل فيها المنتخب المصري، وبيتطلع لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني ان هو يحقق ميداليه اولمبيه في دوره العاب الاولمبياد طوكيو 2020. من اهم بقى الاخبار اللي كنا بنتكلم عليها النهارده اللي بتخص النادي الاهلي هو ان استاد برج العرب لن يكون صالح بعد كده للعب البطوله الافريقيه او دوري ابطال افريقيا. طيب معانا دلوقتي الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. مساء الفل على حضرتك. مساء الفل على حضرتك، ازي حضرتك؟ منورنا. الله يخليك، نورك. طيب حاج عامر، عايزين نعرف بس كده في البدايه، لو فعلا النادي الاهلي ما لعبش المباريات القادمه على ملعب برج العرب، وده طبعا بطلب من الكاف، هيلعب المباريات القادمه ان شاء الله فين؟ لا، هو الكاف كان بعت خطاب انه لازم برج العرب، تدريج برج العرب يبقى فيه 75% من سعه الاستاد يبقى متاح للجمهور. صحيح. بعتنا الجواب لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه وافقت على طلب الاتحاد الافريقي. انما في الفتره دي كان نادي الاتحاد نادي الاهلي طلب ان هو يلعب في استاد السلام. بناء على الخطاب بتاع النادي الاهلي احنا بعتنا لوزاره الداخليه ان النادي الاهلي عنده الرغبه انه يلعب في استاد السلام. صحيح. واحنا منتظرين الموافقه بتاعت الداخليه على استاد السلام. انما استاد الجيش برج العرب جاهز بال 60,000 متفرج في حاله لعب المباراه، سواء مباراه النادي الاهلي الافريقيه او مباراه منتخب مصر، يبقى فيه على طول 75% من ده. يعني مفيش اي مشكله دلوقتي ان النادي الاهلي يخوض بقيه مبارياته الافريقيه على ملعب برج العرب، طبعا من الناحيه الامنيه. لا، من الناحيه الامنيه مبدا عام يبقى فيه 60,000 حق النادي الاهلي انه دخل 60,000 في المباراه الافريقيه كلها. طيب وبالنسبه لملعب السلام لم يتم الموافقه عليه لحد دلوقتي امنيا؟ انا ما ردش لغايه دلوقتي، انما طبعا المفروض ان هو يبقى بكره في رد من وزاره الداخليه على طلب النادي الاهلي. حضرتك متوقع ان الرد هيكون قريب ان شاء الله؟ لازم يبقى بكره. بكره ضيق جدا. طبعا مباراه يوم 22. طيب انا عايزه بقى استغل ان حضرتك موجود معانا دلوقتي، فعايزين نتكلم عن عوده الجماهير مره ثانيه للمدرجات في الدوري العام. هل هيكون ان شاء الله في زياده في الاعداد دي على الدور الثاني باذن الله من الدوري المصري الممتاز؟ يمكن النهارده كان في اجتماع امني في مديريه امن اسكندريه عشان الاستادات الجيش برج العرب واستاد اسكندريه بالنسبه لانديه الاتحاد والسموحه والمصري وحرس الحدود المباريات المقامه في اسكندريه. الامن منع ان يبقى في جمهور في ملعب الحرس صفه مؤقته لغايه ما في اصلاحات في الملعب. بالنسبه لاستاد اسكندريه تم تحديد اماكن دخول ال 5,000 هو بالنسبه ل 8 و 9 الجماهير صاحب الملعب اللي هو نادي الاتحاد استاد اسكندريه 2500، وباب 2 هي الدرجه الاولى شمال والمقصورة الأمامية والمقصورة الرئيسية. وبالنسبة لطلبة الجامعة هياخدوا المدرج رقم 5. ده بالنسبة لأستاد اسكندرية. أستاد الجيش وبرج العرب نفس الوضع، الطلبة هيخشوا من باب 7 الدرجة الثانية اللي في الوش مواجهة المقصورة. الأولى شمال بالنسبة لنادي سموحة والنادي المصري، والدرجه الاولى يمين بالنسبه لل 500 اللي هم الفريق الضيف اللي هيجي. وحددنا اماكن دخول الجماهير في الاستادين دولت بصفه نهائيه، انما اليه الدخول بقى هي اللي لسه كان فيها علامات استفهام. اليه الدخول ان في انديه لغايه دلوقتي ما خلصتش قاعده البيانات المطلوبه، وبالتالي ان اللي بيطبق عليها الشروط ان يجي يبقى معاه دعوه او تذكره ومعاه كارنيه الجمعيه العموميه فني النادي يبقى عضو، ولازم يبقى عضو جمعيه عموميه. بعد ما تخلص قاعده البيانات بتاعت الانديه ويتعلموا هم ايديهات
بناء على البيانات ديت بعد مراجعه الداخليه ليها. بالتالي هيبقى معاه الاي دي بتاعه مع التذكره او الدعوه على حسب النادي هو اللي بيقرر عايز يدخل بدعوات عايز يدخل بتذاكر. يعني انما هو بشكل عام هو في 3000 لصاحب المباراه، 1500 لطلبه الجامعه والقوات المسلحه والشرطه، و500 لفريق الضيف. طيب حاج عامر، لو سالت حضرتك بصفه شخصيه رايك ايه في عوده الجماهير؟ طبعا احنا كلنا نتمنى عوده الجماهير، بس انا رايي في الفتره اللي فاتت كلها انا رايي لازم يبقى في آلية واضحه ويبقى في تامين كافي علشان خاطر ما نرجعش للورا تاني. دلوقتي كان عندنا بنلعب في 4 ملاعب وبعدين وصلنا ان احنا استادات كتير اتفتحت داخلها الكليه الحربيه. فبالتالي طبعا مش عايزين نرجع تاني خطر، فلازم يبقى في تامين كويس ودراسه كويسه قبل دخول الجمهور وناخد كل الاحتياطات وكل النظام والامور كلها تبقى واضحه بالنسبه لكل للناس كلها، ونبدا التجربه بال 5000 وبعد كده نقدر نفكر. وانا شايف ان في وقت قريب لو نجحت تجربه ال 5000 ان في وقت قريب جدا هنقدر نرجع للوضع الطبيعي بتاعنا اللي هو كان 75% من ساعه كل الاستاد. يعني حضرتك متوقع ان شاء الله في يوم من الايام وقريبا ان مش هيكون في حد اقصى لحضور الجماهير جوه المدرجات؟ لا لا ان شاء الله، انا شايف ان في القريب العاجل ان شاء الله هيطلع الجمهور بشكل عام كامل بالنسبه للاستادات، يعني خلال شهرين بالكثير، يعني ممكن نبدا من الدور الثاني من شهر 12 ولا حاجه، ممكن تبقى الامور افضل من كده بكثير ان شاء الله، خاصه ان الامن اخيرا واقع ان يبقى في 60000 مباراه النادي الاهلي الافريقيه. خطوه برضه خطوه كويسه. صحيح. شكرا ليك حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، اكيد نورتنا في كلام في الميديا. معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. مش مجرد اسم او شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الاهلي اسمي في القلوب بحروف ذهب، رجعنا سريعا نسم كاميرين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي مع اهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان محترفينا في الخارج في الفقره اللي جايه. في الاخبار المسائي، 6 مكاسب للفراعنه، الغزاره التهديفيه انهت ازمه المهاجمين، و3 نقاط والعناصر الجديده الابرز. الاخبار، 6 مكاسب للمنتخب في موقعه السته، اجيري لا تنتظره، أداء جميل وصلاح أفضل لاعب العالم. الأخبار، الخبراء، المنتخب استعاد الزمن الجميل، أجيري استطاع أن يغير جلد الفريق في 5 أيام فقط. الأهرام، أجيري الانتصار الكبير، نتيجة 4 أيام فقط من العمل ما تحقق جزء من المطلوب، ولن نتوقف عن التطوير والقادم أفضل. الجمهورية، أجاري التجديد لن يتوقف في صفوف الفراعنة. الشروق، صلاح ينافس 14 لاعب للدخول في التشكيل المثالي للفيفا. الأهرام سبورت، حقيقة استقبال محمد صلاح لأصدقائه في فندق إقامة المنتخب. الشروق، صلاح يتصدر قائمة فوربس لأقوى 10 لاعبين عرب في العالم. 1-3، 3 طلبات نارية من محمد صلاح لاتحاد الكرة. اليوم 7، صلاح ووردة يغادران القاهرة للانضمام لأنديتهما بعد سداسية المنتخب في النيجر. الشروق، عامر حسين يكشف موقف أجاري من ملعب برج العرب.
سوبر كورة اتحاد الكورة 22,000 حضر مباراة مصر والنيجر. اليوم السابع هاني رمزي نسعى للنزول بمعدل الأعمار في المنتخب. طبيب المنتخب لفلجول أنقذت لاعب النيجر من بلع لسانه. يورو سبورت كلام نهائي طاهر محمد طاهر يسعى لتكرار تجربة محمد صلاح. إنفي يعلن التجديد لتسعة من نجومه ويؤمن الناشئين بعقود احترافية. فيتو حرس الحدود يعسكر بالإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة الاتحاد. الوفد محمد عمر الاتحاد يبحث عن مركز متقدم في الدوري وانتظروا الصفقات الجديدة. سكاي نيوز رقم واحد يكشف خطة مدرب يوفنتوس لاستغلال رونالدو. فاسليدان يشير لعودته قريبا. سبورت 360 اكسن يتفوق على ميسي ونيمار تهديفيا على صعيد المنتخبات. نروح بقى معاكم دلوقتي لاهم تفاصيل اخبارنا النهارده. هنبتدي مع الشروق. قالت ان اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم عن قائمه اللعيبه المرشحه للدخول في التشكيل المثالي عن الموسم اللي فات، واللي شهدت تواجد 15 لاعب بيمثلوا خط الهجوم. وشهدت القائمه تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، كمان الفرنسي انطوان غريزمان نجم اتلتيكو مدريد، وكيلين مبابي نجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما نجم ريال مدريد ونجم منتخب الأوروغواي إديسون كافاني، وطبعا نجم باريس سان جيرمان، ولويس سواريز نجم برشلونة. وكمان بيتنافس على حجز مركز خط الهجوم في التشكيل المثالي للفيفا البلجيكي رومالو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد، والكرواتي لوكو مودريتش أو ماريو مانزوركيتش نجم اليوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وباولو ديبالا نجم اليوفي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الانجليزي. كمان الاهرام سبورت قالت ان في مصدر جوه الجهاز الفني للمنتخب الوطني كشف حقيقه الاشاعات اللي اتقالت ان محمد صلاح اخذ معاه او كان موجود معاه خلال معسكر المنتخب اللي كان معمول طبعا استعدادا لمباراه النيجر بعض اصدقائه. المصدر اكد ان الواقع غير كده تماما، وان محمد صلاح ظهر كالعاده في قمه الالتزام والانضباط في المعسكر، وان الهدف طبعا من الاشاعات دي هو التاثير السلبي على منتخبنا الوطني الاول. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقره اخبارنا، ومكمل طبعا كمان كلامنا عن محمد صلاح. والشروق قالت ان محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول وليفربول الانجليزي اتصدر قائمه عملتها مجله فوربس للشرق الاوسط لاقصى او اقوى 10 لعيبه عرب في العالم، عشان هو طبعا اللاعب الاكثر تتويجا خلال موسم 2017-2018. نشر كمان الحساب الرسمي لمجله فوربس الشرق الاوسط على موقعه موقع التواصل الاجتماعي تويتر، محمد صلاح هو اكثر لاعبي كره القدم تتويجا في عام 2017-2018 في العالم الكروي. وكمان قالت الصحيفه تصدر محمد صلاح قائمه فوربس الشرق الاوسط لاقوى 10 لعيبه عرب لكره القدم في العالم. كمان موقع 13 قال ان محمد صلاح عمل جلسه مع واحد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني ابو ردا، وده خلال معسكر الفراعنه في برج العرب قبل موجه طبعا النيجر. وطلب محمد صلاح من مسؤولي اتحاد الكوره ان هم ينهوا ازمته قبل مباراه المنتخب قصاد سوازيلاند في الفتره من 8 ل 16 اكتوبر اللي جاي في الجوله الثالثه والرابعه من التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019. وكمان طلب محمد صلاح من عضو اتحاد الكره ان هو يتم التواصل مع وكيله ومش معاه على طول، واضاف طبعا ان هو عايز يبقى عارف الحقوق الخاصه بالمنتخب طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، وكمان يرسل نسخه لوكيله عشان يمنع التضارب مع مصالحه التسويقيه والاعلانيه طبعا مع منتخبنا الوطني الاول.
كمان اليوم السابع قال ان محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الاول، وعمرو ورده لاعب فاوك اليوناني سافروا خلاص او رجعوا مره ثانيه على انديتهم بعد طبعا ما شاركوا في مباراه المنتخب الوطني قصاد النيجر يوم السبت اللي فات. النهارده بقى في اليوم السابع كان في مقاله للصحفي الكبير استاذ عصام شقلطوط، وكانت بعنوان الى ان نجد منافس قوي اجاري انستنا شويه دول. طيب استاذ عصام شقلطوط معانا دلوقتي على التليفون. مساء الفل وكل مشاهدي قناه الاهلي طبعا وكل المصريين، وعام هجري سعيد يا رب على كل العالم من ارض مصر يا رب. جمهوريه الاهلي العظيم، كل سنة وحضرتك طيب. عايزين بقى النهاردة نتكلم معاك عن مقالك اللي النهاردة كتبته في اليوم السابع، إلى أن نجد منافس قوي أجيري أنستنا شوية دول. هي يعني الشيء بالشيء يذكر. الكرة المصرية عندها انتصارات كتيرة طبعا، عندها تاريخ أكيد أكيد، عندها حاضر بيساعدنا ماشي، ينتظرها مستقبل، ده اللي بيتحكم فيها أحيانا مقالات. ويعني طبعا يا شيماء وانت بتكلميني من قناه الاهلي، دائما كان الاهلي يتصدر المشهد المصري فيما هو التطوير. صحيح. اللي هي تلاقيها جوه المقال. التطوير بدا مع النادي الاهلي في سبعينات او اواخر سبعينات القرن الماضي بحسب المقال، مع مستر كوتي، ثم مع العظيم محمود الجوهري رحمه الله، ثم دون ريفي واللي كان واخد لقب سير، الى ان اتى فايسا 3-5-2، وبالتالي ادخل يعني العلامات كلها كامله عبر المؤسسه الحمراء. افتكرت ده لما اجيري لعب كره شجاعه الحقيقه. صحيح. كان المنافس لانه في قارتنا السمراء الناس بتتعلم الكره الحقيقيه، هم نفسهم اصبحوا لا يخشوا الهزائم حتى لو تعظمت الارقام ما عدا القوات العظمى، كاميرون، نيجيريا، كوت ديفوار وكذا يعني. ولكن احنا بقبل راجل شكله هيطور معاه جهاز مرصوص كويس، بيعيد لذهني دايما الثلاث نقاط اللي قلت لحضرتك، بداوا مع النادي الاهلي وساروا في الشارع الكروي المصري، وبالتالي حتى اختياراته في الجهاز من اول هاني رمزي لغايه وجود سلجادو نفسه كجيد التوصيل. اي نجم يعني تخيلي، ربنا يوفقك، انت عارفه كلنا بنقول ان انت ما شاء الله يعني حاله لوحدها، وان شاء الله في قادم الايام هتبقي واحده من كبار النجمات. تخيلي لو اوبرا وينفري تقول لك حاجه اكيد هتستفيدي. فلما سلجادو ينقل للاعبه ونجوم مصر الغوالي بما فيهم فرعوننا الذهبي مو صلاح، لا حتى ده في رصه الجهاز مهم جدا. صحيح. اتحمست قوي لانها علامات بارزه، ولان مصر تستحق الافضل الحقيقه. يد بيد التطوير بيبدا من الانديه، ثم على راسها المؤسسه الحمراء، ثم يسري وينتشر في الكيان فعلا زي ما بننقد اتحاد الكوره المترجى بشكر. احنا مش كل حاجه زي الام المصريه الطيبه، هي ثقافه صحيح، يعني لما نضحك شويه تروح قايله لنا يا اولاد خير اللهم اجعله خير، الابن يمزح يعني دموع الفرح، حاله مصريه كده من كثره الحب في الوطن. انا نفسي الاجيال دي بقى تنقل للفتره اللي بعدها، كسبنا، قدمنا كره شجاعه حتى لو كانت النتيجه 1-0، ودي بدايه جديده لفتح مناجم الذهب المصريه، وشفنا نجوم كسر، وشفنا شجاعه الراجل انه ودع كل من قدم مستوى جيد من نجومنا الكبار الحضري، فتحي، عبد الشافي وكذا، واستطاع ان هو ياخد الجيل الثاني. ده اللي الهمني فكره المقال الحقيقه. طيب استاذ عصام، انت شايف كده خلاص ان اجاري يعني قدم نفسه، قدم اوراقه واعتمد اوراقه مع جمهور الكره المصريه؟ اعتقد، لانه حتى بنظريه التفاعل والتشاؤم فهو بموروثنا برضه العظيم. صحيح. في مصر هو ادب سعد، هو جابنا بست جوال وماتش حلو، هو خلى القاره تاخد بالها ان مو صلاح وكتيبه نجوم مصر
لا عائدين بقوه، وانه فكره ضبابيه مشهد ايام كوبر اللي برضه بنشكره انه عمل لنا تارجت ان احنا نهائي افريقيا ورحنا كاس العالم، لكن المره دي الامل هيتعاظم بانه الاربع سنين هي بس المانع تجاه كاس العالم، لانه خمس مقاعد في القاره السمراء للمونديال. لا اللي هيقول لنا بعد كده مش عارفين او هنشوف الروح، لا هنقول له متشكرين جدا جدا، مش عاوزينك ومش فاهمينك، وبالتالي الطموح هيتعاظم. الراجل عمل عقد جديد مع الجمهور المصري، الناس على فكره في الشارع يعني مهتمه قوي باللي جاي مع الراجل ده، واعتقد انه هيبقى فعلا بينه وبين الجمهور بالبلدي كده عمار زي ما بيقول. صحيح. طيب انستنا الشويه دولم يعني ايه؟ يعني هي دي فرحتنا على علشان لقيت على السوشيال الحقيقه يعني الناس برضو اللي خايفه ومن منطلق حب بتقول ايه يا جماعه اصبروا شويه، يا جماعه والنبي ما تفرحوا بدري، يا جماعه ده النيجر يا اخوانا، بالنيجر دي طلعتنا قبل كده من امم افريقيا يا جماعه، طلعتنا والله لو انتوا فاكرين يا حضرات. وبالتالي بقول له انستنا الشويه دول، فرحنا معاك الماتش ده، خلينا بقى لما نشوف من منافس قوي يعني بقى لا ربنا. ومع ذلك انا بقول للناس باذن الله طبعا قبل اي حاجه، وبجهد الراجل وفريق العمل، انا شايف فريق العمل مهم جدا، وشفنا استبدال مكان بعيد عن الاحتراف باحترافيه كامله، شفنا اعضاء اتحاد الكره وهم يسجلوا مع اصحاب الحقوق بيسجلوا في المقصوره، ما هو ده الصح، ما ايه اللي ينزلك تسجل على حرف الملعب وتشد انتباه اللاعبين. وبالتالي كل دي كانت طلبات الراجل ونداءاته، مش فكره يسجلوا فين، لا الانضباط ده، شفنا مفيش حد من الجهاز بيقوم يشاور وخلاص، شفنا مفيش حد شغلته الميه هو اللي بيودي ازازه الميه، اللي شغلته التغيير هو اللي بيغير، وبالتالي حاله من الانضباط تصحيح الكره المصريه، خاصه انه معاه نجم سوبر كبير اسمه هاني رمزي. شكرا ليك استاذ عصام شلتوت، برضو حضرتك انستنا شويه دولم، بس انا مش عارفه الميم دي جت منين، في حد فيكم برضو بيقول دولم؟ ها احمد بتقول دولم ولا بتقول دول؟ دول في ميم برضو؟ طيب دول ماشي. دلوقتي هنطلع لفاصل سريع، بعد كده ان شاء الله هنرجع نستقبل ضيفنا النهارده. من استاد القاهرة واحداث اللقاء الهام بين النادي الاهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية للنادي الاهلي، ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وكان تاني طاهر ابو زيد طيب سريعا بقى قبل ما نروح نستقبل ضيفنا النهارده، نروح سريعا على فقره السوشيال ميديا، وهنبتديها النهارده مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي نشر صوره على تويتر بمناسبه السنه الهجريه الجديده، وكتب كل عام وانتم بخير واتمنى من الله ان يكون عام سعيد على المصريين وعلى الاهلاويه، واحنا كمان طبعا بنقول لك كل سنه وحضرتك طيب وان شاء الله كل جمهور الاهلي بخير وبسلام. نروح بقى لاحتفال حسين السيد لاعب النادي الاهلي المعار دلوقتي للاتفاق السعودي، احتفل امبارح بزفافه او بفرحه، وحضر طبعا عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي سواء المحليين الحاليين دلوقتي اللي موجودين او السابقين، كمان نشر لعيبه النادي الاهلي صور كتيره جدا من الفرح وفيديوز كمان. نبتدي مع وليد سليمان اللي نشر على انستجرام صوره ليه مع تامر حسني واللي طبعا كان امبارح موجود بيحيي فرح حسين السيد. عمرو جمال كمان نشر صوره على انستجرام مع احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومصر المقاصه الحالي، وعلق وده بقى واحد حبيبي. كمان احمد عادل عبد المنعم نشر صورة مع عمرو جمال وأيمن أشرف ووليد أزارو وقال الحبايب. عمرو السراي كمان نشر على انستجرام صورة مع رامي ربيعة وأحمد حجازي وحسام غالي من الفرح، وكمان الجوكر أحمد فتحي حضر الفرح ونشر صورة مع حسين السيد وكتب ألف مبروك يا حسين.
كمان نشر سعد سمير صورة مع حسين السيد وكتب ألف مبروك، ربنا يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة. عمرو بركات كمان نشر صورة مع العريس وكتب مبروك يا حبيبي، ربنا يسعدك ويرزقك بالذرية الصالحة. مؤمن زكريا كمان نشر صورة مع القناص متعب واللي كان حريص ان هو يحضر فرح حسين السيد، وكتب مؤمن زكريا تعليق على الصورة: شخص مميز. احنا كمان طبعا اكيد بنبارك لنجمنا حسين السيد وبنتمنى له دايما الفرحة والسعادة، وطبعا ربنا يرزقه بالذرية الصالحة. طيب نروح بقى دلوقتي للصفحة الرسمية للنادي الاهلي على تويتر، واللي نشرت صورتين لعلي معلول ولسليف كوليبالي، وده كان من مشاركتهم مع منتخبات بلدهم تونس ومالي، وعلقت وقالت: كوليبالي لا يتوقف عن التهديف ويقود منتخب بلاده للفوز بثلاث أهداف، ومنتخب معلول يفوز بهدفين، تهانينا ليكم. كمان أحمد حسام ميدو كتب على تويتر: يوم 23 هكون موجود إن شاء الله في ورشة عمل مع إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتشرف بدعوتي لحضور دبست من الفيفا في لندن في اليوم التالي. وزي ما احنا عارفين طبعا النجمين محمد صلاح من ضمن الثلاث لعيبة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم، ولا يتم الإعلان عن الفائز فيها في الحلقة أو في الحفلة إن شاء الله اللي هتقام في لندن. كمان نروح لصفحة الفيفا على تويتر، نشرت صورة للمهاجمين المرشحين للتشكيل المثالي لأفضل 11 لاعب في 2018، منهم نجمنا محمد صلاح. قالت: من الجوائز الأفضل المرشحين للفيفا للتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب بعد تصويت 25,000 لاعب محترف من حول العالم، 15 لاعب مرشحين لمركز المهاجم. اعلنت طبعا عن تشكيله الفايز في حفل جوائز الافضل، وحطت اللينك عشان الناس تصوت عليه يوم 24. كمان نشرت صفحه باتش فوتبول على الفيسبوك صوره لمحمد صلاح، وقالت انه قرب من ميعاد انطلاق النسخه الجديده من بطوله دوري ابطال اوروبا، او كتبت كمان: 8 ايام بتفصلنا عن انطلاق الشامبيونز ليج. نشرت صفحه رسميه لنادي برشلونه الاسباني باللغه العربيه على تويتر صوره لميسي وسواريز وكوتينيو، علقت وقالت: عشاق برشلونه في كل مكان، طاب يومكم بكل خير. نشر كمان الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صوره على الانستغرام من مباراه فرنسا وهولندا امبارح في دوري الامم الاوروبيه، فاز فيها فرنسا 2-1، وكمان احرز مبابي هدف وكتب: واحدة من أروع الليالي في ستاد دي فرانس. كمان نشرت صفحة 433 على الفيسبوك فيديو للعيبة فرنسا وهم بيحتفلوا بكاس العالم امبارح في ماتش هولندا، وكتبت: لاعبو فرنسا يقضون وقتا ممتعا مع كاس العالم، ركزت طبعا على كانتي. تعالوا نروح نشوف معاكم الفيديو ده ونرجع تاني. الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الأسباني على تويتر احتفلت بمرور 13 سنة على الظهور الأول لقائد الفريق الحالي سيرخيو راموس مع الفريق، وكتبت: 13 سنة على ظهور راموس الأول مع الفريق، 19 بطولة، 76 هدف و568 مباراة. دلوقتي معنا مع فاصل سريع ونرجع إن شاء الله نستقبل ضيفنا الأستاذ عبد اللطيف إسماعيل الناقد الرياضي. رجعنا سريعا مثلا كمارين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو مشرفنا الاستاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي. مساء الفل على حضرتك، منورنا. اهلا بحضرتك، منورنا. طبعا عايزين نتكلم النهارده عن ملفات كتير، والاهم اكيد هي اللائحه الاساسيه الخاصه بالنادي الاهلي، وان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر الحالي. عايزين نتكلم عن اللائحه دي، عايز اعرف حضرتك شايف اللائحه دي ازاي، وهل ليك ملاحظات عليها، وشفت ازاي تعامل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب مع اعضاء الجمعيه العموميه، وطبعا الورش اللي كانت بتتعمل والجلسات اللي كانت بتتعمل مع اعضاء النادي الاهلي والشخصيات العامه عشان يعرفوا ملاحظاتهم، وكمان استقبال 3000 ملاحظة على اللائحة دي، وكمان تعديل بعض بنودها. بداية أنا عايز أقول لحضرتك أن النادي الأهلي هيكتب تاريخ أو يسطر تاريخ جديد بالنسبة لموضوع إصدار لائحة جديدة للنظام الأساسي في النادي الأهلي. النادي الأهلي انتهج سياسة الديمقراطية في موضوع اللائحة،
لان هو طبعا ان اللائحه طبعا معروف ان ممكن اي مجلس اداره هو اللي كان ممكن يصدر هذه اللائحه. صحيح. لكن الاهلي فتح اللائحه قدام الاعضاء عشان يستقبل ارائهم ويشوف وجهات نظرهم ويشوف ايه هي التعديلات او الرؤى المختلفه في اللائحه، لان الاهلي مش عايز يعمل لائحه عاديه، الاهلي عايز يعمل دستور للاهلي، دستور جديد هيصنعه الاهلي ان شاء الله يوم 28 سبتمبر الحالي من خلال هذه اللائحه الجديده. فعشان كده كان فيه حاله من الحراك طوال فتره طويله طويلة. القانونيين والاستشاريين والناس اللي موجودين في النادي الأهلي وضعوا مشروع اللائحة وطرحت قدام الأعضاء وطرحت قدام الرياضيين، تعملت ورش عمل كبيرة جدا، وكان في ناس الفنانين الأهلوية الكبار كانوا حرصوا أنهم يبقوا موجودين، الرياضيين حرصوا أن يبقوا موجودين، كبار النادي الأهلي حرصوا أنهم يبقوا موجودين، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي حرصوا أنهم يبقوا موجودين، فيه اللي تواجد وحضر في ورش العمل اللي هي كانت موجودة، وفيه اللي ادى ملاحظات وصلت لحوالي 3000 ملاحظة. كابتن الخطيب يمكن قعد مع أعضاء النادي الأهلي في فرع الجزيرة وفي مدينة نصر وفي الشيخ زايد أكتر من مرة، كل ده علشان يحصل نوع من التلاقي. يمكن بعد كده الجلسة اللي هي جامعة النادي الأهلي ومجلسه مع اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب، ويمكن تم رد الزيارة، كان برضو فيه علشان استطلاع رأي اللجنة الأولمبية، لأن طبعا اللجنة الأولمبية مهم جدا يتخذ رأيها قبل ما قبل الصيغة النهائية. دلوقتي عن أهمية أخذ رأي الأولمبية، أنا عايز أقول لحضرتك إن رد الفعل اللي طلع مباشرة، ممكن كنت موجود هناك في اللجنة الأولمبية، السعادة الكبيرة اللي هي طبعا أعلن عنها المهندس هشام حطب والمهندس شريف العريان وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بزيارة النادي الأهلي كنادي كبير ومؤسسة رياضية عظيمة في مصر. صحيح. وحاجة لها قيمة كبيرة جدا إن النادي الأهلي ما تخطاش الحدود او ما تخطاش المؤسسه رياضيه اخرى زي اللجنه الاولمبيه، لها دور كبير جدا وهي مسؤوله عن الرياضه والعمل، يمكن الرياضه الشغل الاهلي الرياضي اللي هو موجود على مستوى مصر، لان كل شغل اللجنه الاولمبيه المصريه بيتعامل على طول مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، فهو طبعا مساله ان ممكن قد يكون بعض البنود او بعض النقاط فيها محتاجه وجهه نظر او رؤى تتعلق بالميثاق الاولمبي. يعني ممكن تتعارض بعض البنود مع القوانين اللي بتحطها اللجنه الأولمبية. لا، ما هو ما فيش اي تعارض، ما هو الجلسه اللي هي الجلسه اللي اتعملت دي عشان ما يبقاش في اي حاجه. انا كعضو مثلا مجلس اداره النادي الاهلي ليه وجهه نظر او ليه رؤيه معينه، عايز ادي مثلا المراه وضع معين او اخلي للمراه مثلا كوتا معينه، عايز ادي للشباب مثلا وضع معين في اللائحه او حاجه معينه. بالنسبه للعضويه في النادي الاهلي الجزيره او الشيخ زايد، فيه نقاط كتيره جدا كانت مطروحه، يمكن برضه حوالي 5 أو 6 7 نقاط اللي كان فيهم تداول ما بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه، وانا عرفت من داخل اللجنه الاولمبيه ان في بعض النقاط كان الاهلي برضه واضحها في اللائحه ممكن تتماشى مع النادي الاهلي ما فيش عليها خلاف، لكن النادي الاهلي يجي يطلب وجهه نظر اللجنه الاولمبيه ده شيء يعني كبير جدا وشيء مهم جدا لاظهار أهمية الرياضة في مصر والعلاقات اللي موجودة ما بين المؤسسات الرياضية المصرية بينها وبين بعضها، فكان شيء مهم جدا، ويمكن ده هيخلي اللائحة بتاعت النادي الأهلي أعتقد إن ما فيهاش يعني أي بنود تعارض، لكن هتبقى فعلا بمثابة دستور كبير ومهم للأعضاء. أعضاء الأهلي يمكن هيفخروا بشكل كبير جدا على مدى سنوات طويلة باللائحة اللي هي هتتعمل. طبعا لأن هم أصلا مشاركين في وضع الدستور بتاعهم. مشاركين في وضع هذا في اللائحة والدستور. قمة الديمقراطية. قمة الديمقراطية، واللي يمكن في أخبار الرياضة أنا كتبت إن عن قمة الديمقراطية وعن السياسة اللي انتهجها الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب في موضوع اللائحة بشكل مهم جدا. النادي الأهلي مؤسسة عريقة ومؤسسة كبيرة ومؤسسة عظيمة، ولابد أن هي تكون القدوة في المجال الرياضي في مصر، وهو صحيح. طبعا الفريق النادي الأكبر والأول على مش على مستوى مصر على مستوى أفريقيا، ويمكن الأفضل عالميا برضو بين عظماء الأندية العالمية، فطبعا ده شيء مهم أن يطلع من النادي الأهلي. الجمعية العمومية والحضور اللي إن شاء الله هيكون للجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر القادم بإذن الله، هتتوقع أن يكون في أعداد كبيرة؟ أعتقد أن في هيكون من وجهة نظر أعتقد أن في هيبقى في إقبال كبير جدا، لأن الناس جاية تشارك في وضع دستورها، فمهم جدا أن هو يجي يشارك ويقول وجهة نظره، خاصة أن هو توافق على كل البنود وكل وجهات النظر اللي هو كان عايز يقولها قالها مسبقا وتم الاتفاق عليها أو تم تعديل وجهة النظر، أو في ناس كتيرة ممكن تقول وجهة نظرها وقد لا تتوافق مع الدستور أو القانون أو الميثاق الأولمبي، فيتقال له إحنا طبعا إيه البنود اللي هي محطوطة دي لابد أن تتوافق مع الدستور والقانون
القانون والميثاق الأولمبي. فطبعا عضو الأهلي هيكون حريص، واعتقد ان الإقبال هيكون كبير، وبقول يعني لإدارة النادي الأهلي والأستاذ محمد مرجان وقيادات النادي الأهلي ان هم يستعدوا بشكل كبير جدا ليوم الجمعية العمومية دي، لان هيبقى طبعا يوم هيبقى مفخرة للنادي الأهلي زي الانتخابات الأخيرة. أكيد. طيب نروح بقى للكرة بعيدا عن لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. اللقاء القادم إن شاء الله للنادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية قصاد هورايا كوناكري الغيني. خليني أسألك الأول، شايف اللقاء ده إزاي؟ والله عايز أقول لحضرتك يعني هو الفريق طبعا لسه جديد على النادي الأهلي أو على الكرة المصرية، لكن أنا شايف اللقاء مش سهل. اللقاء هيبقى صعب، لان فريق بهذا الاداء قدر ان هو يصعد مع الوداد المغربي، وقدر ان هو يعني يزيح فريق كبير زي سان داونز الجنوب افريقي. انا شفته في جنوب افريقيا وشفت اداءه وشفت لاعبيه ومستواه ايه، فان هو كان بطل ابطال افريقيا الدور اللي فات، فان هو يقدر يزيح البطل ويدخل مكانه معناه ان هو فريق مش قليل، فريق مش هين. صحيح، بس دلوقتي بقى الطبيعي ان كل الفرق الافريقيه بالذات يعني مستواها عالي، لان هم في افريقيا يعني يمكن الكره الافريقيه بشكل كبير تطورت بشكل كبير، وبدات دلوقتي برضه عنصر الشباب وبيدخل والقوه بيدخل بشكل كبير في الكره الافريقيه، وفيه نجوم كتير وفيه مستويات في انديه كتير بدات تظهر على الساحه. صحيح. من هذا الفريق اللي هو برضه الاهلي لا يستهين به في هذه المواجهه ان شاء الله. شايف مين المنافس الاقوى اللي هيقابله النادي الاهلي في مشواره ان شاء الله للنجمه التاسعه؟ والله عايز اقول لحضرتك حاجه، هو ده سؤال مهم، لكن اللي انا عايز اقوله ما نقدرش ما نسبقش زي ما بيقولوا، يعني انا هجاوبك اجابه مدربين الكوره مش ناقد رياضي. مدربين الكوره بيقولوا ايه؟ خلينا نمشي خطوه ستيب باي ستيب، خلينا نطلع بس من المشوار ده وبعد كده هنشوف الدنيا فيها ايه. صحيح. فالاهلي ان شاء الله يعدي المرحله دي ويعدي الخطوه، واي حد هيجي الاهلي طبعا في طريقه ان شاء الله لاستعاده اللقب. والله لسه فيه يعني القرى هتقوله، لسه فيه طبعا أندية كبيرة جدا مهمة، ممكن حتى الأهلي بس إن شاء الله هيكون قادر على الفوز إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب عايزة أسألك برضو، قرار بقى من الأمن بزيادة عدد الجماهير، شايف القرار ده إزاي؟ والله عايز أقول لحضرتك عودة الجماهير بقى شيء مهم وبقى مطلب ملح، ولابد إن الجماهير تعود للمدرجات، لأن طبعا مش معقول يعني بعد ما احنا شفنا الاهلي بمستواه وادائه وبيفرحنا ومنتخب مصر بيأدي وبيجيب سداسيه وفرحنا، ويبقى الجمهور مش موجود او يبقى الجمهور قليل. لا، ما ينفعش، لازم المدرجات تتملي بالجماهير. صحيح. وهو قرار الحاج كمان عامر حسين كان لسه معانا على الهدف النهارده، قال انه فعلا انا تابعتكم وسمعتكم موافقه الامن على حضور 75% برج العرب لكن لسه لغايه دلوقتي ما جاش موافقه من الامن عشان الجماهير تحضر في ملعب السلام. شايف اصلا ان الجماهير عندها مشكله انها تسافر لبرج العرب؟ والله عايز اقول يعني المسافه بعيده، وبعدين برج العرب ما يبقاش مرهقه ومتعبه، وفي مسافه كبيره الجمهور بيمشيها عشان يدخل الملعب، لكن طبعا الجماهير عشان خاطر ناديها بتعمل اكتر من كده. لكن هو اللي انا اتمناه طبعا مبدئيا يعني استاد السلام ماشي، لكن اللي انا اتمناه ان الاهلي يرجع يلعب تاني على استاد القاهره، يعني ان شاء الله يمكن بعد احتفالات اكتوبر ونصر اكتوبر باذن الله، يعني مع نهايه شهر اكتوبر ده لقاء النادي الاهلي واتلتيكو مدريد في برج العرب. جميل طبعا الحضور كانت طبعا هناك. طبعا حضور جماهيري رائع جدا، وان الامن طبعا يوافق على ان حضور هذا العدد ده شيء جميل جدا. صحيح. وده حاجه مهمه جدا، لكن برضه مهم ان احنا نضع الاشتراطات الامنيه، اللي هو انا بقول ما دام الامن قال اوكي يبقى خلاص، لكن الاشتراطات الامنيه مهمه جدا في عمليه التواجد، في عمليه الدخول، في عمليه الحضور، في عمليه انك انت تدخل تلاقي كرسيك ده اللي انت هتقعد عليه اللي واخد رقمه على التيكت على التذكره، ده مهم جدا ان هو يبقى موجود. عمليه التامين والدخول والخروج، وما فيش ما نرجعش تاني للموضوع القديم ده خلاص اللي احنا انتهينا منه، لا شتائم ولا لافتات ولا طبعًا شماريخ طبعًا ولا, ولا, طبعًا ولا 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 انت الكلام ده كله خالص، لابد ان هو خلاص صفحه وانتهت، لابد ان احنا دلوقتي داخلين في مرحله جديده، انت عارف ناديك عايز ايه ومهمتك ايه، ما تبقاش انت السبب في تعطيل ناديك او وقوع عقوبات على ناديك او يحرم ان هو يتلعب على ارضه وبين جمهوره او تحصل عقوبات ماليه او ماديه.
بكل تأكيد بكل تأكيد صحيح. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز والخمس جولات اللي خلصت لعبوا من الدوري المصري. شايف ان في ملامح لوجود منافسين على المربع الذهبي من دلوقتي؟ والله طبعا في لحد دلوقتي، لكن لسه طبعا المشوار طويل، لكن هو موجود اللي يمكن اللي نقول اللي هم المتسيدين لسواء الاهلي او بيراميدز او الزمالك او سموحه او بتروجيت، او هي الانديه دي يمكن دلوقتي اللي هو في الدوري يمكن المتقدمين في الدوري وماتشات الدوري وعلى قمه الدوري لحد الجوله الخامسه. لكن اعتقد مع المشوار طبعا هتبقى فيه طبعا فرص كتير جدا لانديه كتير انها تدخل علشان تنافس يعني، لكن الدوري لسه قدامه فترة طويلة عشان نقدر نحكم ونقدر نقول مين اللي هو هيقدر يعني ينافس الأهلي على الصدارة بعد كده. أكيد آخر لقاء للنادي الأهلي كان قصاد الإنتاج الحربي. نعم. كان فيه لقاء شهير، لقاء شهير للأسف كان فيه كوارث يعني تحكيمية ما تتوصفش. شفت اللقاء ده إزاي؟ والله انا شفت اللقاء، كتبت عنه ان الحكام كابتن ابراهيم نور الدين وزملائه يعني شاهد ما شافش حاجه، يعني ان هو وليد ازار يعني يجي كده لمس كتاف من ظهره من الفالنه ويقع كده، يعني دي مصارعه وبعدين هدف صحيح ملغي، دي قاسيه جدا على الاهلي وعلى جماهيره في بدايه، حتى لو كان في بدايه مشواره ماتش يعني شاهد ما يعني شافش حاجه، يعني شاف وما شافش برضه، شاهد ما شافش حاجه زي مسرحيه عادل امام، شاهد ما شافش حاجه، فهو بس شيء هم شافوا بس عادل امام ممكن فعلا شاف، بس هم شافوا، لكن ده بقى شاف، لا هم شافوا ومع الحكم الخامس شافوا وكلموا بعض طبعا، لو ركزنا طبعا مع ان هو كلموا بعض كانوا وقفوا ولو اهي والصفاره بتترفع اهي وبترجع تاني، لا وكمان لو مشي كمان لو مشينا خطوه واحده بس هنشوف قد ايه السماعه اتحطت في الودن وحصل كلام وما اعرفش بقى ايه الحوار اللي دار، يهمنا ان احنا نعرف بجد ايه الحوار اللي دار في اللقطه دي. ما عندي فضول فعلا وانا عندي فضول على وليد ازارو، طبعا هو رجع من المغرب، عندي فضول ان وليد ازارو يعني ازاي يعني تلقى هذه الصدمه، لأن بصراحة بالنسبة له كلاعب دولي وكلاعب كبير وكلاعب محترف وهداف وفاهم كورة وفاهم قانون، لما يقع في منطقة الجزاء دي بلانتي ملهاش ولمس أكتاف فما ينفعش كده، لكن هو كان لازم يهمنا نعرف الحوارات دي شكلها إيه. لكن طبعا الأهلي طبعا قدم خطاب ونتمنى إن هو يعني الحاجات اللي موجودة عشان العدالة وعشان الشفافية وإن هي الحاجات دي تتنفذ يعني. طيب البيان بقى اللي اترد عليه من اتحاد الكرة او من كابتن عصام، شفته ازاي؟ يعني اعتقد يعني يمكن اتمنى يعني لحد دلوقتي احنا لسه ما دخلناش الجوله بعد كده، لكن اتمنى دلوقتي الاهلي كان طالب او الناس او الجمهور كانوا طالبين ان كابتن تحصل من الكابتن عصام فتاح عقوبه يعني واضحه، الحق اللي وقع واضحه والحكام ما اتخذوش اي قرار وما اتكلموش، بيقول ان هو مش هيعلن برضو. ما احنا بنتكلم دلوقتي ما في عقوبه، المفروض في عقوبه، انت قول ان في عقوبه او عقوبه سريه، لازم يبقى في عقوبه عشان الجماهير تهدى عشان الحق اللي هو ضاع على النادي الاهلي، ان الناس طبعا ان ده ما يتكررش قبل كده، لازم يبقى في عقوبه علشان ده ما يتكررش تاني بعد كده، لكن ان هو دلوقتي ما فيش عقوبه ما يعني عشان التصريحات ساعات ما تبقاش مش بتهدي، ساعات بتعمل صدام وبتعمل يعني غليان في الوسط الرياضي، فاحنا مش عايزين ده. وبعدين في اتحاد الكره لابد ان هو طبعا بيحافظ على حقوق الانديه، فده ايه المفروض. دورك فما المفروض. دورك في الحفاظ على حقوق الانديه. وبعدين انت دلوقتي لو حصل اي شغب من اي مدير فني او اي مدرب او اي لاعب، ما انت بتدي عقوبه. هل تتوقع ان ممكن اللقاء ده والاحداث اللي حصلت فيه والغلطات او الكوارث التحكيميه اللي حصلت فيه ممكن تعدي مرور الكرام ولا ما اعتقدش. لازم اتحاد الكره يبقى له وقفه، ولابد اتحاد الكره انه ياخد قرار وما يسيبش الموضوع بالشكل ده، لانه كده يعني هيبقى ممكن مع ان تتكرر تاني مع انديه تاني، فيبقى الوضع يعني ايه الحل لو حصل مع النادي الاهلي هذا الموضوع والاهلي اعلن ان هو خلاص مش هيكمل الدوري، هو الاهلي
مستحيل ما يكملش الدوري طبعا. صحيح. لكن هو برضه الظلم التحكيمي كتير يعني. صحيح. انك انت تلغي لي هدف صحيح وانك انت تحرمني من ضربه جزاء من بلانتي وتحرمني كمان من تصدر الدوري. صحيح. صحيح. استاذ عبد اللطيف اسماعيل ناقد رياضي الكبير نورتنا النهارده في كلام في الميديا. بشكرك جدا, استمتعنا اكيد بوقتنا مع حضرتك. الف شكر, مشكورك جدا. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعه, اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا.